أعلنت قوات الأمن سيطرتها على معبر الوليد الحدودي مع سوريا عقب اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم داعش الذين كانوا يسيطرون عليه منذ عام 2015. وقالت القوات العراقية في بيان لها إن التحالف الدولي وفر لها الدعم الجوي في معركة السيطرة على المعبر المقابل لمعبر التنفل السوري الذي تسيطر عليه المعارضة السورية وتقيم فيه قوات التحالف قاعدة عسكرية لمحاربة التنظيم في البادية السورية. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا على الهواء مباشرة من بغداد مراسلنا هناك زياد نهاد. زياد أهلا بك، يعني تفاصيل أكثر عما دار في معبر الوليد وأهمية هذا المعبر. مرحبا سيد، يعني هذه المرحلة الجديدة عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش هي مرحلة معركة سميت بالفجر الجديد في المناطق الغربية من العراق، أي في محافظة الأنبار وعلى طول الشريط الحدودي العراقي السوري الذي يبلغ طوله 608 كيلومتر، إضافة إلى الشريط العراقي الأردني الذي يبلغ طوله 183 كيلومتر. هذه العملية التي انطلقت بثلاث محاور من الحشد العشائري السني، إضافة إلى قوات الحدود والقوة الجوية العراقية وطيران الجيش، وبإسناد من التحالف الدولي استعاد هذه المحاور استعادت وبمعركة ضارية مع تنظيم داعش من استعادة منفذ الوليد، هذا المنفذ الاستراتيجي المهم الذي يربط العراق بسوريا منذ سنوات طويلة، أعيد اليوم إلى العراق، لكن هذا بحاجة إلى تأمينه من قبل القوات الأمنية إضافة إلى القوات العشائرية. فما زالت المناطق الغربية من العراق أي والواقع بالشرق من الرقة هي مناطق ومخادع كبيرة لتنظيم داعش، ولهذا تعتبر من المناطق الوعرة ومناطق المفتوحة، ولهذا ما زال تنظيم داعش يقف هناك ويعمل على عملية كر وفر وعملية استهداف مواطنه في تلك المناطق الصحراوية تهدد وتعمل كضربة قاصمة لتنظيم داعش، وما عملت به القوات الأمنية اليوم وبإسناد من التحالف الدولي لاستعادة معبر الوليد هو معبر استراتيجي يربط العراق بالجمهورية العربية السورية، إضافة إلى أنه قريب من معبر التنف الذي يواجه أمامه، وأنه قريب على أيضا الطريق الرابط ما بين العراق وأردن هو طريبيل، منطقة طريبيل التي تتواجد أيضا هنالك فيه بعض المعلومات أن قوات أمريكية تتواجد هناك لتأمين الطريق هناك. نعم شكرا لك زياد نهاد مراسلنا في بغداد.